بعد برشلونة الإسباني وفي سابقة فريدة من نوعها، حصلت دولة الإمارات ممثلة بنادي الشباب وبالشراكة مع مستشفى القرهود على اعتماد التميز الطبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وبذلك يكون نادي الشباب هو ثاني ناد في العالم ينال هذا الشرف. طبعا نأمل من خلاله احنا نرفع مستوى جودة العلاجات اللي موجودة هنا، نحاول احنا نرقى بطريقة عملنا الى المستوى المتعارف عليه دوليا، نحاول نساهم في مسألة نشر المعرفة المتبادلة سواء من خلال الدراسة المشاركة والمساهمة في الدراسات التي تعقدها الفيفا عن هذه المنطقة، سواء من خلال مشاركة بتقديم من خلال تقديم دراسات معينة او من خلال حتى المشاركة في تجميع العينات. احيانا تكون هناك دراسة مطلوب عينات من هذه المنطقة، وبالتالي احنا اعتقد أصبحنا مركز معتمد بإمكاننا نساهم في هذا المجال. مراسم تسليم الاعتماد جاءت على هامش مؤتمر طبي رياضي شهدته إمارة دبي بحضور عدد كبير من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، حيث ركز المؤتمر على الخطورة الكبرى الناجمة من ارتفاع درجات الحرارة ومدى تأثيرها على مستوى اللاعبين وعطائهم داخل الملعب. So in this region here, of course, heat is an important problem, heat and humidity. We have had two conferences who were very interesting here, considering how to adapt as much as possible. There is not a perfect situation, but as much as possible, first of all, to avoiding to play in the most warm periods. That's what we do now by placing the World Championship in Qatar, not in June and July, but in November and December. I was very happy with that decision. وبالعودة للحديث عن المنشأة الطبية الجديدة في الشرق الأوسط، فهي بداية سوف توفر على الرياضة الإماراتية إرسال اللاعبين إلى الخارج من أجل العلاج من الإصابات وإعادة التأهيل، إضافة إلى أن المشروع سيحوي عددا كبيرا من الأجهزة المتطورة التي لم يسبق لها وأن وجدت في الدولة. ويبقى الشأن الطبي هو الشغل الشاغل للرياضيين هذه الأيام، خاصة مع الوتيرة المتسارعة التي تشهدها الرياضة في العالم بشكل عام، فكم من إصابة أنهت مسيرة لاعب وأبعدته عن الملاعب. وفاء صقار، بين سبورتس، دبي.